السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم 24/9/2023، موعد متجدد لجميع اسعار الدولار والعملات في مصر وفي السوق السوداء. فضلا وليس امرا اتمنى دعمكم لقناتي انا وحياتي باشتراك ولايك. نستعرض حالا سعر الدولار والعملات في السوق السوداء كما ذكرت موقع التواصل الاجتماعي. دينار كويتي 131.40 جنيه، سجل الدينار الأردني 57.25 جنيه، درهم إماراتي 11.03 جنيه، سجل الجنيه الاسترليني 51.27 جنيه، سجل الريال القطري 11.15 جنيه، ريال سعودي 10.80 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء اللي شهد ارتفاعات قياسية هو والعملات، الصراحة يعني أسعار خيالية. الشراء سجل 40.53 جنيه، والبيع سجل 41.60 جنيه. بشكر حضراتكم جدا دايما وجودكم في قناتي انا وحياتي، شرف كبير ليا. وفي الختام دايما اسال الله لكم الخير كله عاجله واجله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.